هند الظاهري من مكتب الموارد البشرية من جامعة عجمان. طبعاً إحنا مو بأول مرة نشارك في معرض توظيفي إكسبو شارجة، ومن خلال طبعاً معرض إكسبو شارجة نحن ندعو جميع الباحثين على الوظائف من خلال شاشتكم للقدوم إلى طبعاً المنصة الموجودين فيها اليوم. ندعوكم للتقديم على الأشواغ الموجودة عندنا عن طريق المعرض أو عن طريق الويب سايت طبعاً خاص بجامعة عجمان اللي هو www.ajman.ac.ae.